في هذا السلايد سوف نوضح فئات نماذج البيانات الـ Category of Data Model. Many data models have been proposed and we can categorize them according to the type of concept they use to describe the database structure. قلت اقتراح العديد من نماذج البيانات ويمكننا تصنيفها categorize تصنيف وفقا لأنواع المفاهيم الconcepts التي تستخدم لوصف describe the database structure بنية قاعدة البيانات أو هيكلة قاعدة البيانات. الفئة الأولى هي الconceptual data model هي تكون high level semantic معناتها تسمى بال النماذج البيانات الconceptual معناه مفاهيمي فيكون high level أعلى مستوى بالdata model شلون يعني مثل الطبقات فهو يكون أعلى طبقة بالdata model. النموذج البيانات الconceptual data model is a high level description tool of business informational need. نموذج البيانات المفاهيمي هو أداة وصف عالية المستوى لاحتياجات الأعمال المعلوماتية يعني نحتاجها حتى نصمم مثلا مشاريع عندنا فنحتاج إلى أكثر شيء راح نستخدم الـ Conceptual Data Model. عادة typically include only the main concepts and the main relationship among them. عادة ما يتضمن فقط المفاهيم الرئيسية والعلاقات الرئيسية فيما بينها يعني بهذا النموذج راح نصف الأشياء الأساسية بالمشروع اللي نريد نصممه شنو المتطلبات الأساسية للمشروع. Typically these models are used in the early stage to draw the big picture of database with insufficient detail to build an actual database. عادة ما تستخدم هذه النماذج بالمراحل المبكرة يعني بالبداية من نريد نصمم المشروع لازم بالبداية نخطط له نرسم له فكرة عامة بتفاصيلها الكاملة حتى نعرف شنو نحتاج ونخطط المشروع مثل عملية تحليل للمشروع حتى نصممه ونظهره بالشكل أو اللي يريده. فهذا مفهوم الـ conceptual. ففي هذه الحالة إنه this level describe the structure of whole database for a group of user. يقول هنا يصف هذا المستوى بنية قاعدة البيانات. يصف بنية قاعدة البيانات بأكملها لمجموعة من المستخدمين. تستخدم نماذج البيانات المفاهيمية اللي هي conceptual data model use concepts such as entity, attribute and relationship will be discussed later. قول تستخدم نماذج البيانات المفاهيمية مثل ال entity اللي هي الكيانات, ال attribute والسمات والريليشنشيب هي العلاقات. احنا راح نشتغل بالمحاضرات القادمة راح نعرف شنو الانتيتي الخاصة بينا والاتريبيوت السمات اللي هي شنو معنى السمات بالداتابيس وشنو هي العلاقات بالداتابيس الريليشنشيب. In our course الكورس الخاص بالداتابيس سوف ندرس ونركز على الـ Entity Relationship Model. هذا أكثر شيء اللي راح نشتغل عليه ونطبقه واللي هو يكون أكثر شائع بالأنواع الـ Conceptual Data Model. الفئة الثانية لنماذج البيانات اللي هي الimplementation التنفيذ وتسمى بالrepresentational data model بالنموذج التمثيلي.
A provide concept that fall between above two Blancing user view with some computer storage detail. المفهوم التمثيلي معناته انه هو يقع بين ال physical وبين ال conceptual data model، انه هذا يحقق التوازن بين وجهات النظر المستخدمة مع تفاصيل تخزين الكمبيوتر، بمعنى انه يعتبر بالتفصيل الوسطي بين نموذج البيانات الحقيقية اللي هي الـ conceptual ونموذج البيانات التخيلية اللي احنا ببالنا من نريد نخطط المشروع. اكو اشياء اساسية انه هي حقيقية لازم تكون، ومثلا اكو اشياء انه احنا نتخيلها او نريدها مثلا تصير بفلان طريقة، فهذا يكون تخيل انه احنا نريد نوصل للمشروع بكذا صورة. فبنفس الحالة هنا من نريد نصمم الداتابيس يكون من حيث تفاصيل حتى لكنه انه يميزنا عن نموذج البيانات التخيلية، انه يمكن تطبيقه على الفور. يعني الكونسبشوال يكون هو حقيقي، ومن احنا راح نصممه من نحدد الانتيتي والاتريبيوت والريليشن شيب مالته راح نقدر نطبقه بسهوله ويظهر لنا الداتابيس اللي نحتاجها، ويكون عن طريق مثلا التخطيط عن نموذج هرمي او يكون نموذج شبكي يكون بشكل شبكه. الفئه الثالثه اللي هي عندنا الفيزيكال أو الـ Low Level الـ Internal Data Model اللي هي يكون النموذج المادي. هذا يكون أدنى مستوى بآخر طبقة بالـ Data Model. هذا يكون ما رح نقدر نشوفه، هذا يكون يتعامل بعملية مثلا تخزين البيانات داخل الكمبيوتر، فهو يكون داخل الكمبيوتر ما نقدر إنه نشوفه. فيكون تقديم المفاهيم provide concept that describe detail of how data is stored in the computer، انه هنا يصف تفاصيل كيفية تخزين البيانات في الكمبيوتر. وال physical data model describe how data is stored in the computer by representing information such as record format وعندنا record ordering وال access path. يصف نماذج الفيزيكال البيانات المادية انه يصف describe how data is stored in computer، كيفية تخزين البيانات في الكمبيوتر من خلال مثلا تمثيل المعلومات by representing تمثيل information معلومات تكون such as record format اللي هي تنسيقات الجداول. تنسيق الجداول انه احنا نريد مثلا الريكورد الجداول الخاصة بينا تكون بكذا تنسيق او تصنيف، ويكون الريكورد اوردرينج طلبات التسجيل اللي احنا نريده، شنو المعلومات اللي نريدها لازم انه نسجلها بالداتابيس، وايضا الريكورد افيشنت المسارات الوصول انه احنا يا مكان نريد نوصل او يا هدف النهائي حتى يظهر لنا الداتابيس بالصوره اللي احنا نريدها، اللي هو يكون الاكسس باث هي الستراكشر ذات ميك ذا سيرش فور بارتيكولر داتابيس ريكورد افيشنت. يعني يظهر لنا الستراكشر الكامل الخاص بالداتابيس بالشكل اللي نريده، ومن نريد نبحث عن معلومات راح نلقاها تكون بسهولة. في هذا المخطط هنا أنا وضحت لكم الداتا مودل اللي هي هاي النماذج أو الفئات الخاصة بالداتا مودل اللي نستخدمها بالداتابيس. هاي تكون مهمات يعني اللي هي الـ conceptual احنا اللي راح نشتغل عليه، والـ representational data model والـ physical data model. ثلاث أصناف أو ثلاث مفاهيم
للداتا موديل. شكرا جزيلا.